بلاي كاش ما نزيد لك؟ لا لا يعطيك الصحة رجلاوي. ما بغيتكش ما نكيس لك يديك ولا قادر روحك. راك مع الرجلين اقعد مع الرجلين، رجلاوي رجلاوي. نهار نعطوك لاكريمون بعد نهضروا على اليدين. حاضر مولاي. هيا تصرف. صباح بخير. اغسل لك يديك. بابا تقبل واش بيك؟ وتجي دير؟ مجانيش النعاس. ما تجيكش النعاس، استناه يا وليدي حتى يجي. لا لا بابا راني خايف. ولا غنحير فيك على بالك. غول انت تعب لي غول، انت تخوف وي. قولي لي حاب نرقد معاك وخلاص، راك تسيب السبايب وهذا ماك. بابا مالي كانت كل قبل ما نرقد كانت تحكي لي حكاية. بابا احكي لي انت. وانا مانك، انا ماشي مانك، انا باباك انا. مانك راهي في العرس مع يماك، راهم فرحانين زاهيين الله الله، وجاي دوك انا تكسر لي في راسي انا بالحكاية انا، ما نعرفش نحكي ديجا كاع. هيا ارقد. وش هذا؟ والو والو. نحيد داك. مازلنا مع تشينا، مازلنا مع تشينا تاع دحمانوس. يا اخي قلت لك يا وليدي برك انا من السرقه هذه تاع تشينا يرحم بابك. بابا علاش تخاف من دحمانوس؟ انا نخاف من دحمانوس؟ راك غلط، ما تعرفش بابك. ارقد ارقد، خاش غدوه عندك امتحان باش تدير الامتحان تاعك. ما على باليش بيك، انا نسحقك دوكا تحكي لي حكايه. أني تفكرت واحدة. غمض عينك باش تجيك النعاس. كان واحد النهار واحد الشيخ كبير يمشي من بعد شغل قاعد يمشي دار هكايا في شغل الزنقة تاع الغابة، وقاعد يمشي قاعد يمشي مسكين. مازال لي راقد. مولاي أنا هنا. اسمح لي مولاي، تلفت لي، عمري ما شفت حالة كيما هادية. ما عرفتش كيفاش زوج عباد قدروا يتبدلوا الأجسام نتاعهم. كيفاش؟ ما على باليش كيفاش يا مولاي، هذا شي عمره ما صار، ولو كان ما شفت أنا بعيني ما نهمنش. مولاي باش نلقى الحل يزم انتوما تعاونوني، تحكيوا لي على كاش حاجه صرات لكم وانا ما على باليش بيها. واش باكيلك عمو برهان؟ نقول لك ساعه عمو برهان، انا رقدت نط ست روحي انا يا بابا وبابا انا يا انا يا مولاي. حالتكم حبست لي مخي. حنا فين مولاي؟ يزم لي وقت باش ندير ابحاث في هذا الموضوع. شوف برهان، ما نسحق حتى واحد يعرف بهاد الحكايه، ودبر راسك، لازم تصيب الناحل لقمان. تبعني نبعو تا دحمانوس يكون يستنى فينا باش نبريفيك. حط عمو برهان، وذوك انا كيفاش نروح نلعب مع صحابي هكا نلعب كشغل صاحبي تيكا حلون. حنقعد معاك نهار كامل باش نعسك
وكي نقول لك حاجه ديرها، فهمت؟ فهمت بابا، بصح تخليني نروح نلعب مع صحابي. يا ولاد اليوم راك مالك، راك عاشور ماشي لقمان، فهمت؟ حقا قبل ما ننسى عطيني التاج. بصح بابا يا اخي انا انت كنت كيشوفوك بالتاج يفيقولك بلي تاع عاشور. ايه صح، اعطيني قبل نبوسو وقبل ما نروح. اعطيني فليشه نلعب بها. لا لا راك مالك، فهمت؟ باجي هاك اديها دوما تربوله، هاك غطني هاك. بصح بالك واش ما دير بيها. ما تخافش بابا، هكذا نلعب لك ماليك مليح. هيا خلاص تبعني. ولي الملك عاشور العاشر. مولاي يقصر من عمري ويطول في عمرك. صباح الخير مولاي. ني ما شافكش خير. صباح الخير. مولاي جبت لك الفلون ديالك تاع الشيكولا كل عدا مولاي. ها يرعش يترعد مولاي. تمسون قط بابا يا اخي انا ما نحبش تشيكولا. وزير كجديد اليوم. امير لقمان عندي هضره مهمه مع باباك، وخوارزمي راهو يستنى فيك باش يعطيك دروز. نوري خوارزمي جام. يا يما اسمع قول لهم ما نروحش نقعد هنا، فهمت؟ نوري ادي لقمان يروح يقرا. ما تفهمش روحش نقعد هنا. بصح انت قلت لي لازم لك تقرا باش تخرج كيما باباك. يا روح روح تقرا. هيا هيا مولاي لقمان هيا ساعد باباك. هيا الشغل يقرا فيك. عجب ان شاء الله. لا تصدقني استنى. مولاي الامير لقمان ماهوش كي العاده. أمير لقمان أو حالة كرهت أنا على بالك. روح لعب مع أصحابي. أراك تفرح. تعجبني يا مولاي كي تمزح. حنا كلنا نحبوا نوليو دراري باش نساو الثقل المسؤولية، ولكن راك ملك. ما تنساش بلي مبعوث ملك دحمانوس راهو ينتظر فيك. ملك دحمانوس مازال هذي توربينا يا اخي. تفهمنا باش نعطيو له 2000 شجرة تاع زيتون باش يمسح لنا الدين. شبيك مهبول؟ مش شفتوش واش دار فينا ولا حبيتينا. ما فهمتكش يا مولاي. هذاك ملك تحمانوس لازم نديروا له الحرب. مولاي هذا العقد في صالحنا باش نمسحوا الدين. ما نديروش حرب مع ملك تحمانوس بدون سبة. علاش؟ لازم سبة؟ معلوم يا مولاي. قول الملك دحمانوس يسمح لنا. مولاي عاشور وشوية تعبان، نأجلوا الموعد الغد إن شاء الله. يا وزير عن بالك بلي مولاي دحمانوس ماحش يعجبو الحال كي حيعطلو الموعد. قولو ما يتقلقش، رانا متفقين على كل الشروط. جدد لي سلامي للملك دحمانوس وقولوا الله غالب مولاي عاشور تعبان. اسمح لي مولاي 5 دقائق برك ونبداو الامتحان، نكمل هذه اللعبه ونجيك. لعبه؟ هاني خلص فيك باش تلعب ولا تقري. اش قلت مولاي؟ والو والو ودوكا ما نبداوش. اه مولاي ياك اليوم الامتحان كالعاده،
ما يخدش بزاف وقت، راه كل شيء واجد. وشي واجد يماك يا وكل شيء واجد. هيا نبداو. حاضر مولاي. هيا هاك مولاي، هامليك الأسئلة وهامليك الأجوبة، وإذا حصلت قل لي. أجوبة؟ أنا في امتحان، علاش الأجوبة؟ هيه كل عادة مولاي، نعطيك الأجوبة باش ما نفيقلكش. فيقلنا وفي وجهي. ايه نورمال مولاي، بصح نوعدك الخطر الجاي انا اعطيك 20/20. تسمح لي مولاي نروح نكمل لي موكوزي تاعي. مولاي وراي خوارزمي. راه بيان. اسمح لي مولاي، في الابحاث اللي درت راني اكتشفت السبه نتاع واش صرا. الخسوف، الخسوف هو السبب نتاع واش صرا. عرفتها، شفتك تبعت فارس يجيب لي هذا الخسوف حي ولا ميت. مولاي الخسوف ظاهره طبيعيه ماشي بنادم، هو يوقع خطره في الزمان. على بالي. شوف بران، دبر راسك، لازم تصيب لي حلم. ماكش تشوف فيا على كبري، هاني نقرا وانت ريشي. مولاي ندير كل مجهودي باش نلقى الحل. اتكل عليا مولاي. سي خوارزمي، هذيك تاع 20/20 مازال ما دخلتليش هنا، فهمني. تبع بالزور مولاي، ملي راني نخدم عندك عمري شفتك تلعب بالجلوله. تبع وبلع مولاي، نبارك على رجلك، هما راس مالي. خاف قيره يا مولاي، القيره يا مولاي، القيره يا مولاي. مولاي على بالك فرحتني كي راك باغي تدير الحرب. استار بيك خالو. خالو فارس. جو صحابي يخلص، روحوا دوك عندي ريني ومع صحابي تبقوا واقفين دوك. هيا رجلاوي روح خلاص. بقيتو كم واجدين يا اخي باش نحن نسرقوا تشينا. سارة شدي خبيهم. ما بك عمو مولاك خلعني، ما شفتي والو. ضربة سلام مولاي عشر. قتلنا مولاي. خلطة نشفعت يا قمتوني مولاي. لقمين كول. أي عايش ولدي، ماكش قاعد تاكل كي العادة. سمنتيني سمنتيني وليدي. اش قاعد تتكرم؟ ما قلت والو. كول. قلت لك ما ناكلش. نوري ايش اقول له كمل ماكلته. اسمع راك باغي تباصني مع مولاي ولا كيفه؟ قلت لك كول كول، غادي نقول مولاي ما خليكش تطلع مع الاولاد. زوج صحافي عدس لازم تكملهم. زوج اي. نوري تحب تولي وزير؟ وعلاش لا؟ سلكني. اي عايش ولدي، اي كملها صحفه هذه. اسمعي قال لك شبعت شبعت، راكي باغي ترد قهد روك. غريبه يا مغير الاحوال. نوجد لك دومون تعطيها المولاي. مولاي مولاي واش كاين؟ سلطان عاشور العاشر يتملى هاد الهضره دي تاع عاشور عاشور. واش بيه عاشور؟ حكمته يسرق في التشينه مع دراري صغار، جيت موراه ضربني بالتربولات على عيني. اسمع راك دايخ الضربه هذه بالك دخت، راك سور شفت عاشور يسرق تشينه في الجنه تاعي ها، وزد ضربك بالتربولات. راني شفته بعيني مولاي عاشور العاشر. روح اجيني يا بلولا جيكوس. هادي هي السبه اللي كنت نحوس عليها. وجدوا الجيش. عاشور اليوم تبع خباطيوس. هالنهار
مبروك النهار السعيد زرتنا البركة مولاي شرفتني في الكوجينة شلمك كن جيت نعرف اللي انتي باش تزورني في الكوجينة راه فرشت حيلك كلها ورد تحدي علي هذا فلان تاع التشيكولا وتجيبي لي كاس حليب سخون هذا اللي بيك كاس حليب سخون حاضر مولاي حاضر نوريا مولاي يحب على كاس حليب سخون زارتنا البركة مرحبا مرحبا اسمح لي مولاي النيفو ماهوش غير يحبط راه يتكركر ما فهمتش كيفاش ملك في مقام كيروح مع الدراري سرقتينا في جنان دحمانوس قلت لي باش نديرو الحرب مع دحمانوس لازم نلقاو سبة انا لقيت سبة راك هنا هم جابوا لي خبرك واش درت شحسن نفهمك ما تفهمنيش ولي لقمان شحال مخطر قلت لك نكون في اجتماع مع باباك ما تقطعنيش شحال قنديل عندي هضرة مع بابا ايه روح عندي هضرة مع بابا مع وليدي شحال تعجبني كي تحاوزني يا مولاي حارس اغلق الباب شحال خطره نوصي ونعاود بصح انت راسك يابس فمشي بلعاني كيفاش ماشي بلعاني تروح تسرق تشينا الكور ديالي وتقول ماشي بلعاني حبيت تهبلني انا ياك هاي هذاك كامل شوش دايما صار عليك قنديل مازالو صغير شا درت لك النوريا باش كاع تنط لها عند باب تاع الكوزينه يقول لي شا درت لك دمرك فهمي ودي شاني فاق بالخدايم اللي كديرها امور ظهري انا نقول وليدي يقرا يجيب 18 19 بصح انت خادم مع الخوارزميه خوارزمي جاي يقعد يقرا في الزرنانه انا نبقى غير قاعد شوف انا دوك ما نهضرش بزاف على بالك بلي دحمانوس وصادم على جالك ما تسمعنيش نوري واش راح صاري ما بين الملك ووليدو ما راح صاري والو الدعوة راهي نورمال مولاي راه يصفح في ولدو هذا مكان ها التربية اسمح لي الشيخ قنديل أنا الحاجة اللي ما فهمتهاش كيفاش مولاي ولا يحب الحليب سخون هادي ما بغاش تدخل في عقلي تحصلت غير في هادي ها برهان دائما مع الاختراعات كاش ما راح تخرج لنا حاجة جديدة راني معاها كي العادة قولي ما لاحظتش تغيرات في مولاي عاشور على بالي ما راهوش مليح حكاية شينا كامل سمعوا بها ربي يجيب الخير راني نحكي لك على مولاي عاشور العاشر وانا راني نقول لك باللي على بالي ما راهوش مليح جي في بالك مولاي عاشور يطلع فوق الشجرة ينحي تشينا ويلاحق حارس بالتربولات تضحك حاجة مضحكة قولي واش صرا كيفاش هذا واش صرا يا قنديلي اي من فضلك اخرج وخليني كمل خدمتي صح طرد روحك ما تفهمش ومولاي لقمان كيفاش لقمان قنديل سؤالك صعيب بزاف كيفاش هذا كيفاش انا مقبل حبيت نعطيك فرصة باش تفهمني تحكي لي بصح راسك خشين كي العادة وانا راني نقول لك اخرج عليا وماشي وقت انت الحكايات اخرج صح وزير وزير واش كاين كاين قرعة جديدة واش من قرعة قرعة دحمانيس راهي لحقت بريا من عنده وكاتب فيها بلي راح نزدبوا علينا كيفاش وكيفاش كيفاش هاك سمعت شوف برهان لو كان كاش ما راح يصرى في المملكه نتاع على بالك وما خبرتنيش
راك رايح تخلصها كبيرة. قندير ايه؟ خير ما جابكم؟ وإذا راكو تحوسوا على بابا؟ هاو راقد؟ خليه يرتاح بصحته، جينا نشوفوك انت. أنا؟ على بالك باللي الملك دحمانيوس بعت بريا وين يقول فيها باللي راح يصدم علينا. ما تزيد ليش باصينا والحل. ما تقلقش، على بالي باللي مولاي راه يخمم باش نديه الملك دحمانيوس يطلب منه السمح هكذا ما يصدمش علينا. هادي مش كنت تخمم؟ تعجبني كي تخمم. مولاي عاشور العاشر، قبل ما ندخلوا هاك تبت وش قالك مولاي عاشور؟ عارف وش ندير؟ على بالي وش ندير عمو قندير. انا شوف انا نقول لعمو دحمانيس وقول له باللي يسمح لي على اللي سرقت الشينا. ما تهضرش كيما دراري، هضر كيما مولاي عاشور، ما تبهدلنيش قدام دحمانيس. ما تخافش عمو قندير ما نبهدلكش، دوك كاع واش غلطت انا اللي نسقمه. صح نتكل عليك. انتم استناونا هنا. مولاي عاشور، مولاي عاشور هيا ادخل. هذا هو هو مولاي. راه عاشور وجهك مقشر وصحيح، ضرب للحراس ها وما تحسب تقبلني، راه كبير وجايح. مولاي دحمانيوس من فضلك بعض العبارات تجرح. مولاي عاشور راه يجوز واحد الفتره صعيبه ولكن نزول، جينا باش نطلبوا منك السمح وماذا بك ارفع المستوى. مع كل احترام. شو نطلع النيفو؟ هادي اللي قال لك ضربني وبكوس وسبقني وشتكوس. عاشور صوتها في مقامك ما يديرش هاد الطوايج. هذا لعب دراريس عاشور. انا دراري. مولاي دحمانيوس اللي فات مات، ومولاي عاشور راح يطلب منك شخصيا السمح. تفضل مولاي. يسمح لي. هاكا تهبلني عاشور. سمح هذا ما كان بصح. شوف زين تصيبك الدور في الاراضي تاعي انت، ولا هذاك طب سمينه تاع وليدك راحت عليك. طب سمينه؟ ايه طب سمينه. ايه قندير علاش دوك راك رايح جاي هكاك زعفان؟ دوك نهربوا. نهربوا كيفاش هذا نهربوا؟ على بالك وين رانا؟ رانا عند الملك دحمانيوس عند الرومان. كاش واحد هرب من عند الرومان؟ هرب سبارتاكس مش يهرب مع اصحابه مسكين. سبارتاكس اسكت. مهزليوس عاشور يضربني بالتربولات، الوزير يزقي عليه، انا ما فهمت والو. قولوا لي بالك حلقه راحت لي ولا كشعف سوس. مولاي دحمانيوس اسمح لي نفهمك، حقيقه صرات غلطه. صح صرات غلطه اللي ما محيتكمش من الخريطه. كيفاش انا دحمانيوس نتضرب بالقصر ديالي؟ قلت لك اسمح لي تبليتني، قلت لي طب سمين. اسكت مولاي دحمانيوس من فضلك نفهمك، اللي ضربك ماشي مولاي عاشور. إما شكون؟ أنا لقمان. واش حبيتوا تعملوني؟ نتبحنا كيش؟ شوف، حنا الرومان نمثل يقول اللي يلعب بها المهبولوس
يشبع كسوروس. هادي ما تجوش معايا. الملا واش دراكم للفينغوس؟ مولاي تحمانوش تحمانوش مولاي تحمانوش مولاي تحمانوش خليك منه. وشنو فينغوس؟ رايحين نموتوا. حنموتوا. مولاي جابك ربي على حسب التحليلات اللي درتها أراني لقيت الحل. وشنو يا مولاي؟ بشرط يزم مولاي لقمان يكون حاضر هنا معنا وهكذا تولوا كما كنتم. وش من حل يا برهان؟ هاي صرات كارثة كبيرة. شوف وضح ما نسد وليدي لقمان والوازير وراهم عول يقتلهم. عرفتها درها وليدي لقمان. مولاي والحل؟ الحل يلفو صوفي لسلطة لقمان. يا سكان المملكة، الملك دحمانيوس وليد حاميديوس وليد ليبياريوس الملك تاعنا يعطيه الصحة لحياته كاملة، هو يدافع على المملكة وعلى سكانها. دحمانيوس دحمانيوس دحمانيوس. وهو جمعكم اليوم باش تحضروا على تطبيق القرارات اللي اخذها ضد أعداء المملكة تاعنا سلطان عاشور والوزير تاعو، والتهم المنسوبة ليهم هي سرقة تشينا، الاعتداء على الجنود بسلاح تيبولت، الاعتداء على الملك دحمانيوس في القصر تاعو، وعدم تسديد الديون. وعلى هذا قرر مولاي دحمانيوس بعد دقيقة ونص من التفكير والتشاور إصدار حكم الإعدام شنقا على عاشور الوزير تاعو قنديل. موت 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 موت. وباش يبين لكم مولاي دحمانيوس باللي هو حنين، راح يقتلهم بعد ما يحقق لهم آخر أمنيات تاعهم. دحمانيوس دحمانيوس دحمانيوس. عاشور، واش هي الأمنية الأخيروس؟ أمنيتي أنا حب كاس كروت كومبليت بولي وكاس حليب سخون. رايح تموت وتخمم غير على كرشك. جيعان أنا نقول له قولك صح. ليش ما تخافش؟ مش بيك حمو قنديل دوك يجي يسلكونا. عيط للسبارتاكوس تاعك يجي يسلكنا. جيع جيع وحده. مالك دحمانوس، باك بلي لو كان تقتل سلطان عاشور ما تقدرش ترجع الديون ديالك. خلاص خرجت الكلموس. ملك دحمانوس خليني نفهمك. ملك دحمانوس ما نفهمك. ملك دحمانوس بابا. والوزير تاعنا انا مالكم نسويسيديكم دحمانوس، فهمت والله بيتش؟ هاي النظرة معكم رانا نلعبوا لنا والله. يخي حالة يخي. اسمع اني نقولكم بابا شفت شوف بيتش يعرف لها. الله لي كل شيء خرج على خير. مولاي هراني فرحان كي عاودتو رجعتو للقصر بسلامة. ها برهان تبدا من الاخر، كاش حاجة جديدة؟ مولاي راني درت أبحاث، وفي الأبحاث نتاعي لقيت الحل اللي يردكم كل واحد للجسم نتاعو بلا ما نسناو الخسوف القمري. الحمد لله هادي بون نوفيل. حتى أنا
كرهت روحي في الكور تاع لقمان. انا تاني كرهت روحي في الكور تاع عاشور. راني نشوف غير مسمع بابا. مولاي رايح نعطيكم من هذا الدواء هذا تشربوا منه زوج غمات للواحد. شكون يبدا الاولاني؟ حبس حبس. شكون بابا؟ بنين عم برهان بصحتكم. برهان وش درت؟ راهي تطبخ نورمال منتثرة وزير راهي نص طياب مولاي. برهان تقعد هكذا بكي ولي عيطولي الملك لقماشور العاشر رغيظكش. سلطان عاشور العاشر العب واربح يوميا هاتف نقال من نوع ايفون 6 مهدى من طرف الموزع الرسمي اديماك، وذلك بالإجابة على السؤال التالي: بين من حدث تغيير الأجساد؟ بين السلطان عاشور والأمير لقمان ابعث واحد، بين برهان والوزير قنديل ابعث اثنين. ابعث رسالة SMS على 66020. يتم إعلان اسم الفائز يوميا على الموقع الإلكتروني ashour10.com. حظ سعيد وصحة رمضانكم مع مغامرة سلطان عاشور العاشر.